بيكم في برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. والنهارده ان شاء الله هنعمل وصفتين. اول وصفه هيبقى سلطه، السلطه دي بالحلوم المشوي والجرجير والبتنجان ان شاء الله وحاجات كتيره تانية. وتاني وصفه هيبقى حلو، هيبقى تورته الشوكولاته بس بقى على البارد، عملناها قبل كده بطريقه ودي المره دي بطريقه سهله جدا برضو. طيب نبتدي في اول وصفه وهي عباره عن المكونات بتاعتها. طبعا اساسها الحلوم، بنقطعه مربعات، والبتنجان ده مش اساسي بس ده انا ضفتها للسلطه. هنحط فلفل الوان او فلفل اخضر زي ما نحب، طماطم، يفضل لو تشيري علشان التشيري مش هتتفتح معايا بسهوله لما اشويها، والجرجير طبعا زياده قيمه جميله جدا، قيمه غذائيه. الدريسنج هنقول عليه كمان شويه. اول حاجه انا عايزه اسخن الطاسه اللي انا المفروض هشوي فيها، وعايزه ابتدي اتبل الحاجات اللي معايا علشان طبعا التتبيله بتفرق جدا. لما نيجي نشوي حاجه مهمه قوي ان احنا نكون متبلينها علشان تاخد الطعم كله، بالذات لو هنعملها بستيكس زي ديت بتفرق جدا، لان كله بيبقى لازق في بعض فالطعم يبقى متفرق بشكل حلو. فاول حاجه ببتدي اجيب الجبنه الحلوم، طبعا احنا بمزاجنا يعني ممكن نحط حاجات زي ما نحب، يعني مش لازم المكونات اللي انا بقول عليها بالذات. يعني هو الحلوم في السلطه دي اساسي وحلو جدا في الشوي كمان، يعني بيفرق جدا في الشوي عن اي نوع جبنه تاني، يعني اي نوع جبنه ممكن يسيح معانا، لكن الحلوم من الحاجات اللي بتبقى متماسكه وحلوه جدا وبتدي نتائج حلوه قوي في الشوي. بحط كده ونحط شويه شيري توميتو ونحط بتنجان. البتنجان طبعا مغطينه علشان بيسود بسرعه. طبعا السلطه دي برضو تعتبر سعراتها مش كتيره بس متوقفه على حسب احنا حاطين حلوم او جبنه حلوم قد ايه، لان الحلوم طبعا فيها سعرات، هي جبنه فتفرق، هتفرق معانا. ده هقطعه شويه اصغر برضو علشان ايه الحجم ده ممكن ما يستويش معانا. طيب احط ملح وهحط حاجه جميله جدا وهو الروزميري والزعتر مع بعض، بيدوا طعم حلو جدا جدا سواء بقى في الخضار السوتيه او في المشوي، بيدي فعلا طعم بيفرق جدا جدا غير الفايده طبعا. وهحط فلفل، نحط بقى في الحاله دي توم بودره علشان ما يقعش مننا. او لو مفروم ناعم جدا طبعا ينفع برضو للي ما يحبوش البودره كده بالشكل ده. اللي يربط بقى معايا ايه؟ الزيت. انا مش هحط زيت زيتون عشان زي ما قلت قبل كده انا مش بفضل الزيت الزيتون يتعرض لحراره عاليه، يعني ما نشويش بيه. للي يحب بقى ممكن يزود نقطه خل او شويه خل صغيرين، يعني دوبك معلقه صغيره جدا، ممكن تدي طعم حلو قوي مع الثوم. حلو قوي كده. ابتدي بقى اشوف، او دلوقتي انا مش محتاجه احط خالص زيت، يعني احنا حطينا خلاص الزيت هنا فمش محتاجين. هبتدي بقى امسك حاجه ناشفه الاول تحت علشان تساعدني على ان تمسك معايا الحاجه اللي احطها بعد كده. واحط بعد كده الجبنه الحلوم، نحط تاني حاجه تمسك معايا. انا عايزه ده بقى يبقى اصغر شويه، دي صغيره شويه، ونفضل بقى نحط واحده ورا التانيه بالشكل ده. نحط واحده شيري توميتو، موضوع سهل. وبعدين الحلو كمان ان هو بيبقى جميل قوي بقى مع الاطفال، يعني بالذات بقى لو الجو حلو ممكن الواحد يعمله بره، مش لازم دايما يبقى شوي اللحوم تبقى هي الاساس اللي احنا عارفينه او بنعمله، يعني ما بتبقاش مفيده قوي دايما حته اللحوم دي كده. الشكل طبعا اللي احنا عايزينه نروح حاطينه بقى على الشوايه، نعمل كام واحده كده
نراعي برضو الشواية تبقى سخنة كفاية. ده خضرة بقى كده، نحط شيري توميتو كده، حلو جدا. نقلب بقى، مكونات السلطة بقى زي ما شفناها، ده الأساس اللي هيتحط فوق الجرجير. احنا بقى هنجيب الجرجير كده، واحنا شايلين كده منه تقريبا ال يعني اي حاجة زيادات كده نشيلها احسن. وهجيب الطبق اللي هفرد عليه، يعني احنا يهمنا يبقى عندنا الورق اكتر، يعني اي حاجه كده اشيلها عشان ما تضايقنيش في الاكل كده. ونحط الورق هو اللي نحطه. طبعا مش عايزه اقول لكم فوائد الجرجير، طبعا يعني هي سعرات لا تذكر. انتوا سالتوني قلتوا لي احنا عايزين نعرف سعرات الحاجه، الجرجير مش محتاجه اقول سعراتها، بجد قليله جدا، فوائدها حلوه جدا. هقول لكم دلوقتي فوائدها، طبعا يعني مش هقولها لكم كده، يعني هي حبه حلوين هقوله لكم دلوقتي سريعا عشان تبقوا عارفين برضو احنا بناكل ايه، مش مجرد ان احنا بناكل حاجه كده وخلاص. نقلب كده، طبعا لا مانع ان شويه ممكن يسيحوا، يعني واحده فكت شويه بس مش مشكله، هاخدها برضو على السلطه. نعمل بقى دريسنج. الدريسنج عباره عن ايه؟ اساسه طبعا عصير ليمون، وعلى عصير الليمون هحط مستردة، ممكن ديجون او مستردة عاديه، يعني معلقه صغيره مش مليانه قوي. المستردة فوائدها برضو حلوة جدا، وفي نفس الوقت الميزة اللي فيها انها سعراتها قليلة برضو لا تذكر، مش محتاجين ان احنا نقولها. واحط دبس الرمان، جميل جدا، وبعدين بيدي تسكيرة حلوة قوي وحلو قوي للمعدة، مكترش منه لو مش عايزين نغمق. هو فيه مزازة وتسكيرة، بحب جدا نحطه في السلطة لانه بيغني كده عن المسكر وعن المزيز بالشكل ده. وهحط عليه بقى الملح والفلفل، ما ننساش زيت الزيتون. وعينينا على النار، وطبعا اللي يحب بقى يحط شوية توم مفرومين أو بودرة توم، بس بما إني عملت خلاص بيها تتبيلة اللي هو اللي على النار ده الحلوم، أشيل ده كده على جنب. ده خلاص اخد لون حلو كده، اشيلها احسن بالشكل ده. ودي حلومية ساحت كده، نشيل دي بقى من على النار ونطفي. مش عايزه اقول لكم الريحه جميله جدا جدا، الالوان حلوه جدا. انا كنت احط دبس رمان، ونحط بقى الصوص بالشكل ده عليه. حته الحلوميه اللي ساحت دي احلى واحده بقى، اللي بتبقى كده مقرمشه من تحت، بس دي فيها كمان مقرمشين بس مش هتتسابل في الطاسه دي. بكده احنا خلصنا السلطه الحلوه قوي اللي سعراتها بجد قليله جدا ومفيده جدا. هنروح لفاصل ونرجع، مش هنسى اقول لكم برده فوائد الجرجير لما نرجع. وهنعمل تورته الشوكولاته اللي هي على البارد، حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله.
رجعنا تاني وهنعمل دلوقتي التورته التورته الشوكولاته اللي على البارد، سهله جدا جدا او تارت يعني. انا قبل بس ما ابتدي عايزه اقول لكم ممكن برضو في الاخر على السلطه اللي احنا عملناها من شويه اللي هي سلطه الجرجير بالحلوم المشوي، ممكن ننزل برضو عليها دبس الرمان بالشكل ده، بتدي شكل جمالي جدا، وطبعا زي ما قلت بالقيمه بتاعتها بقى الغذائيه. عايزه اقول لكم برضو الفوائد بتاعت الجرجير، وهي عباره عن اولا غنيه جدا بمضادات الاكسده ومضره للبول، وبتساعد على الهضم، بتحتوي على العديد من العناصر الغذائيه اللي هي لاجهزه الجسم، فيها كميات كبيره جدا من الحديد، بتعالج طبعا الانيميا اول حاجه، الكالسيوم مفيد جدا للعظم وده موجود فيه، حمض الفوليك موجوده فيه، فيها فيتامين الف وجيم وب، فيها سعرات حراريه قليله زي ما قلت، بتساعد على ضبط مستوى الكوليسترول، وده مهم جدا لمرضى الكوليسترول ان هم يراعوا ياكلوا الحاجات دي. طبعا حاجات كتيره جدا جدا لسه، وكل مره هقول حاجات زياده عن المره اللي قبلها او حاجات ما قلتهاش. طيب نبتدي دلوقتي بتورته الشوكولاته السهله قوي اللي هي يعني مش محتاجة حاجة نعرفها قوي غير ان هي عبارة عن، هي طبعا مش ريجيم بس عشان نبقى واضحين من الاول وما ناكلهاش ونقول اه سالي عملتها في الحلقة انها ريجيم، يعني لا هي مش ريجيم، بس انتوا عارفين انا حبي للحلويات فظيع جدا، ف يعني مش ما عنديش بس وصفات حلو ريجيم برضو الحاجات المدمرة. طيب هي عبارة عن علبتين قشطة، علبتين قشطة اللي هما بيتباعوا علبتين يعني مش بنشتريهم بالكيلو عشان هي الوصفه كده، وكوبايه مليانه جدا الكاكاو اللي هو المحلى، والمكسرات ديت لو عايزين لو مش عايزين ما نحطهاش. المهم بقى حوالي 2 باكو ل 3 باكو بسكوت، ده برضو يعني احنا بنحدد التماسك بتاعها عايزينه ازاي، هقول لكم كمان شويه ليه. طيب اول حاجه انا بجيب القشطة، قلنا علبتين قشطة، الوصفة دي واحدة قريبتي قالتها لي وقالت لي انت ليه ما عملتيش الوصفة دي حلوة جدا لازم تعمليها، فجربتها في البيت فعلا عجبتني، وابتديت بقى ابتكر عليها حاجات تانية، يعني لقيت مثلا ان مش بس نحط فيها الكاكاو، حلو جدا لو حطينا فيها القهوة، مش عايزة اقول لكم حلوة فعلا ازاي، او لو حطينا معاها خلطنا معاها الساور كريم او الكريمة الخفق العادية، جربتها بالساور كريم بصراحة، وجربتها كمان مش بالكاكاو المحلى، لا جربتها بالكريمة الشوكولاتة اللي احنا عارفينها اللي بنحبها جدا وولادنا بيحبوها، مش عايزة اقول لكم طعمها حلو ازاي، وهنعملها ان شاء الله في حلقة قريب لازم نعملها مع بعض، لان بعملها بخلطها وبعدين بعمل الطبقات بشكل مختلف، فدي حاجة، والتانية بقى نبقى نعملها بشكل مختلف. حلو قوي برضو في الخلطة دي لو زودنا يا قرفة يا اما القهوة، بتدي نكهة حلوة جدا مع الشوكولاتة. الحلو بقى ان الكاكاو بيمتزج حلو جدا مع القشطة، فمش بيبقى محسوس خالص، الحبيبات بتاعته مش بتبقى محسوسة غير ان هو بيبقى طعمه عام زي كأنه شوكولاتة بجد، دي ميزة حلوة جدا. بالشكل ده بحط بقى المكسرات زي ما تحبوا، مش لازم تحطوا مكسرات، بس هي بتدي حلوة قوي شكل في التقطيع، يعني لما الواحد يقطعها بتدي الوان حلوة، يعني انا مجهزة لك واحدة من غير وديت بيها، فيعني على حسب ما تحبوا، في ناس ما بيحبوش المكسرات مع انها مفيده جدا بس في ناس ما بيحبوهاش. ده بقى منكسره بالايد كده علشان يبقى باين فيه الحتت، يفضل لو نوع بسكوت يبقى يعني في زبده، يعني ما يكونش اللي هو الناشف قوي عشان يدي طعم حلو. ممكن برضو البسكوتات اللي بالقمح الكامل، في انواع منها مستورده بتبقى طعمها حلو جدا، بس انا بشجع المحلي فخلينا في المحلي ونختار حاجات بزبده شويه ازيد بما انها وصفه مدمره يعني. بالشكل ده وبقلب وبشوف، طبعا اظن مفيش اسهل من كده،
وطعمها بيبقى حلو جدا فعلا. يعني كل الحاجات اللي بتبقى معموله بالقشطه والشوكولاته والكريمه والبسكوت والمكسرات بتبقى ملهاش حل. احنا بقى بنتحكم هنا في السيوله، يعني عملتها مره بالتارت، يعني اني اعملها بالتارت كده ودي هوريها لكم، وفي طريقه تانية عملتها اللي هي قدمتها على طول في بوله عميقه شويه، بحيث ان انا بروح مفرغه الخلطه دي في بوله ومزينها من فوق بالبسكوت او الزينه اللي تحبوها وتتقدم كده تتاكل بالمعلقه. لو مش عايزينها كده وعايزين تقدموها في التارت بحيث انه يتقلب عشان تبقى متماسكه ما تبقاش طريه قوي كده، يبقى نزود البسكوت شويه عشان تديها تماسك اكتر معايا، عشان لما اجي اقلبه التارت تبقى ماسكه ما نلاقيهاش عملت من بعض بالشكل ده. وخلاص احنا كده نعتبر خلصنا الوصفه، سهله جدا زي ما قلت. حلوه قوي لما الواحد يتزنق في عزومه او في خروجه او في اي حاجه نلحق نعملها، مش محتاجه وقت ومش محتاجه. والحاجات دي على فكره نشتريها ونخليها دايما عندنا في البيت، يعني علب القشطه دي تبقى موجوده في البيت، وطبعا الكاكاو عندنا دايما في البيت، فمش مش قصه يعني كده. هعمل بقى سريعا تاني القصه اللي احنا عارفينها اللي هي عشان تبطينة بتاعت الارضيه. اي نعم القالب ده بيخرج بسهوله، لكن برضو علشان العجينه دي لزجه، فاي حاجه لزجه ممكن تروح ماسكه او شكلها يغير، فكده احسن يعني اضمن. يعني ببتدي من النص كده واروح قصه كده مظبوط، واروح مفرغه الوصفه. ريحتها جامده جدا، نفاذه فعلا فعلا، جميله جدا. خلي بالنا بس عشان ما تقعدش تزحلق معانا. طبعا سعراتها مش هتكلم عليها لانها كتيره جدا كتيره بزياده يعني، فمش مش محتاجين ان احنا نقول، يعني ممكن اخضكم لو قلت فبلاش احسن. انتوا عارفين طبعا القشطه يعني، بس عشان ما اكرهكوش في الوصفه في اليوم الفري ممكن تاكلوها. واروح بس يا دوبك مسويها بقى كده، نسوي 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 لغاية ما تاخد الشكل اللي هو متساوي معانا، وندخلها التلاجة. ممكن بقى نرش يا تحت بسكوت عشان لما نقلبها ما تلزقش، او نحط بسكوت فعلا من تحت مش متكسر دي كده، واروح مدخلاها بقى التلاجة. يعني لو احنا مستعجلين ندخلها الفريزر نص ساعة لساعة، ولو احنا مش مستعجلين يعني كل ما بتقعد كل ما بتمسك بتتشرب البسكوت نفسه بيتشرب حلو جدا. دي اللي انا مجهزها لكم، وعايزة اجيب طبق التقديم. شوفوا انا حطيت بسكوت من تحت علشان لما اقلبها اعرف ان انا اقلبها وتبقى على حاجة، فأنا هعملها دلوقتي كده. هي طبعا مش محتاجة بقى يعني قالب تارت بالذات، علشان لو هنقلبها مش محتاجة قالب تارت، بس أنا بحس إنه بيساعدني في التحكم شوية، بعرف أشيل دي لوحدها وبعرف أتحكم. سمكه بيبقى حلو زي ما انتوا شايفين أهو، البسكوت باين كله فيها. أنا في دي حاطة تقريبا تلات علب أو تلات باكوهات بسكوت بس كده. الزينة دي طبعا براحتنا خالص. هبتدي بقى اجيب صوص شوكولاتة مثلا. حلو قوي لو سيبنا برضو الاطراف باينة عشان ما تبقاش كلها متغطية، فيا دوبك كده من فوق تدي بس شكل جمالي، يا دوبك كده. ونزل لو نزل شويه على الجناب يبقى شكل برده حلو،
ما نزعلش يعني كده. يا دوبك لمعه صوص شوكولاته عملناه قبل كده بكذا طريقه. الحلقات اللي فايتاكم بصوا عليها على يوتيوب، كله نازل، القناه بتنزل كل الحلقات، فاي حاجه فايتاكم بصوا على طول دوروا هتلاقوها موجوده ان شاء الله. بينزلوا اول باول بالشكل ده، وممكن بقى اخر لمسه كده بالكريمه، ممكن بالمعلقه على طول مش لازم بالجهاز ده او بالبريسر ده، ممكن على طول بالمعلقه بس يعني حبه دلع كده كده. وايه بقى اخر حاجه؟ لو عندنا ولاد ممكن نحط بقى حاجات اللي هي ايه الملونه، الحلويات الملونه دي بتدي شكل حلو جدا برضو، ويبقى الولاد حتى عملوها بنفسهم ينبسطوا جدا. بكده احنا خلصنا الوصفات بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. وهعيد معاكم بسرعه، اول وصفه كانت بسيطة وسريعة جدا، وهي عبارة عن سلطة الجرجير بالحلوم المشوي. مهم نراعي ان الحلوم بس يكون حقيقي، لان لما بيسيح بشك ان هو فعلا حلوم. هي ساحت شوية فمش عارفة يعني، ممكن تكون مش حلوم 100%، بس نراعي انها تكون حلوم علشان ما تسيحش معنا خالص. والتاني وصفة هي الشوكولاتة، تورتة الشوكولاتة السريعة دي اللي عملناها مع بعض، كل الوصفات هتلاقوها. وخشوا على البيج بتاعة سي بي سي سفرة وقولوا لنا رأيكم، واحنا بنقرأ الكومنتات وبنرد كمان عليكم. اشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله.